الخسائر الكبار احنا نصدقهم. يعطيك العافية. مرحبا حكم راستك. شو يعني حكم راستك؟ الحكي عندنا زي كرة القدم، إذا مشوطوا على اليمين بروح على اليمين، إذا مشوطوا على الشمال بروح على الشمال. مرة بنقول عنه كلام موزون، مرة بنقول عنه مش موزون، مرة بنقول مدوزن ومرة مش مدوزن. هلا بدنا نعرف إذا هذا الحكي هو مزبوط ولا لا، وهو عبارة عن أمثال، والأمثال إحنا رح نحكيها اليوم مع حكم راستك. خلونا نشوف. يعطيك العافية. يعافيك. شو رأيك بمثل هم البنات للممات؟ مزبوط. ليش مزبوط؟ مزبوط لأنه الأهل بيضلوا شايلين هم بنتهم لما يموتوا. كيف يعني شايلين هم بنتهم؟ يعني الشاب بيقول لك إنه بيدبر حاله. يعني أنا هلأ صار عندي بنت صغيرة، زمان لما كنت صبية كنت ضد هذا المسألة، أقول لأ وليش يعني أنا زي الشاب. طب أنت كنت هم يعني لأهلك؟ أنت تعتبر حالك كنت هم؟ أنا مش مع بس، ولكن هذا حريتك يعني. مش عارف. مزبوط مزبوط. بكين أخرى عندنا مثل ثاني، أم البنين بتمشي وبتنين وين طريق الحبس يا مظلمين، وأم البنات بتمشي بثبات وين طريق السائغ يا مسعدات. في دراسة وفي دراية على شو بيحكوا، بس ولكن هم برضو محايدين وعمالهم وين ما بتروح الكفة بروحوا عليها. صحيح. ليش صحيح؟ لأنه هم البنت دائما أكثر من الشاب، لأنه بتعرف إحنا مجتمعاتنا هنا شوي متعصبة على البنت أكثر من الشاب. يعطيك العافية. ليش هم البنات للممات؟ طب ما احنا كمان الاولاد هم للممات يعني. خلص هذا تقاليد موجوده عند الشباب. اها يعني نعم. نرجع موضوع التقاليد. نعم. يعني شو ما بقولوا الختائر الكبار احنا بدنا نصدقهم. نعم. اهم شيء الترباي والنوم بدري. هم البنات للممات. احكي لك يا بالانجليزي. صحيح، هذا صحيح. لا اله الا الله. ليش؟ صحيح اكيد، يعني البنت غير الشاب. البنت همها حتى ان تزوجت وقعدت في بيت زوجها بتضل الابو والام مسؤولين عنها. يعني انت جميع ما ذكر ضلع قاصر. نعم. بده الحنان وبده الاهتمام اكثر. صح. فلذلك مسمى ضلع قاصر من اجى هذا؟ ولا انت حافظ مش فاهم؟ فهمني زي ما انت بتحكي يعني. زي ما انا بحكي ضلع قاصر من اجى؟ ضلع قاصر. ممكن اسالك سؤال؟ هم البنات للممات. حياك الله. الموضوع يعني مشربك عندك انت، بلد صعبه والحاله طفرانه. يلا بعين الله، يعطيك العافيه عمي. السلام. هات اشوف. في مثل بقول هم البنات للممات، شو رأيك فيه؟ ما بعرف، يمكن مع المثل أكيد يعني صح. المثل هم البنات همهم. صح؟ صح. ليش صح؟ يعني البنات لأنه همهم كتير كبير على المسؤول عنهم. مثلا يعني لو تخيل أنه ما في فعل غير الأم مسؤولة وبس عندها بنات، يعني اكيد يعني همها راح يكون لحد ما تموت. يعني بنات بدهم مسؤوليه. اختصارا الحديث يعني هلا انت شفت شايفه حالك هم على اهلك؟ عادي. هم البنات كيف يضبطوا الشاب؟ انا كرايي انه لا، هذا مش شيء، انه فعلا البنات لهم هم وهم مش نص المجتمع زي ما انت قلت ولا مره. طيب يعطيك العافيه. الله يعافيك. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا هم البنات للممات. هم البنات للممات. حياك الله. هو المثل مظبوط بنظرك ولا لا؟ هو الهدف من الكلام هذا انه الانسان البنت بتضلها برقبه الاب يا يوم الدين لما يموت. يعني حرص. حرص يعني معناته يعني حرص مش هم. هم عدوها هم هيك بعدوا، اما هي حرص مش هم. اسمع، انا عندي اربع بنات. ايوه عندك اربع بنات. عندي واحده فيهم وعندي صبيين. صبيين بس عندي البنت احسن من الصبي. ايش هاي؟ بعرفش ايش يعني. ما عرفني. ما عرف. تاني عصفه مش عارف هم البنات للممات؟ لا مش عارف. كتاب فصل جايك انت هم. يلا في عندك مثلك حتى تحكي لنا اياه؟ ولا شيء. بطل. ليش؟ بطل لان الدنيا تطورت تغيرت، بدناش نكون تطورت. والله العظيم تحس انك انت لما تيجي تطلب من وحده انك تحكي معها مقابله كانك طلبت ايدها، يعني لازم احضر الذهبات والمهر واروح اطلع لو سمحت بدي احكي. عادي البنت قد حالها بتقدر، ما حدا يحكي همها يعني. هلا هو مش هام يعني، اكيد رح يكونوا يديروا بالهم عليهم وانه في مسؤولية، بس مش هام. هم شو يعني هم البنات؟ هم البنات للممات، يعني من ضل مثلا اللي عنده بنت ضل هيك همها لحديت ما تموت او لحديت هو يموت.
انه هذا تخلف اسمه مع احترامي الشديد يعني. هم البنات لل ليش يعني البنات هن يعني شو عالهن بالضبط مش عالي ايوه هذا بدي اسمع احنا فيش فرق بيننا ولا بين الشباب لا طبعا ليه؟ اول شيء البنات اجمل الكائنات ثاني شيء البنات اجمل الكائنات ثاني شيء هم احن من الاولاد دائما يكونوا قلبهم رهيف ورقيق طبعا هم يعني اجمل الكائنات أخيرا لقيتك المهم احنا خلصنا حلقتنا لليوم لسمع حكم رستك وشوفنا تعليقات الناس الكتير اللي إشي إيجابي وإشي برضو مش إيجابي فلحديث هلأ أنا مش فاهم بس إنه يعني مرستك وإن شاء الله يكون مرستك السلام عليكم